حملة الوفاء الأوروبية لسوريا تصل إلى مركز جديدة الحدودي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندا الشماط تلتقي أعضاء الوفد. رسالة سلام ولمسة وفاء أرادوا أن يترجموها من خلال القافلة التي تحمل 100 طن من الدقيق وآلاف السلل الغذائية، وتعبيرا عن تضامنهم مع أشقائهم السوريين والفلسطينيين، وصول قافلة الإغاثة الإنسانية حملة الوفاء الأوروبية إلى سوريا. فهي مساعدات إغاثية من أجل تخفيف المعاناة على النازحين وأيضا على اللاجئين في داخل سوريا. هذه المساعدات عبارة عن مواد شريت من السوق اللبناني، وهو مادة الطحين، عبارة عن شاحنات تم إدخالها من خلال التنسيق العالي المستوى مع السلطات السورية، وأيضا هناك طرود غذائية تم شرائها من داخل السوق السوري. هذه الحملة طبعا حملة إنسانية بحث، وهدفها أنه نثبت للعالم أنه يوجد طريق آمن حتى ندخل المساعدات إلى دمشق وضواحي دمشق. طبعا توجهنا كفريق عامل من وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى الهلال الأحمر لتقديم كافة التسهيلات، بدءا من الدخول عبر المنفذ أو معبر جديد يابوس الحدودي، وصولا إلى الآن سنتابع معهم إلى توضع المواد في المستودعات لفترة 3 أو 4 أيام، ومن ثم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها. منظمو الحملة وبعد وصولهم إلى دمشق التقوا الدكتورة كندا الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي عبرت عن شكرها وتقديرها لهم على ما يقومون به من عمل إنساني لمساعدة أشقائهم، مؤكدة عمق الروابط بين السوريين والفلسطينيين. كل هذه الحملات ومنها حملة الوفاء لمنكوبي سوريا الحقيقة كان جهد يشكر عليه الإخوة اللي قاموا فيه، وهذا دل على شيء يدل على أن كلا الملفين لا ينفصلان عن بعضهما البعض. واليوم هذه الهدية للشعبين الفلسطيني والسوري نتقدم بكل الشكر الجزير لما قاموا به، والمساعدات كما واضح من الرسالة التي وصلتنا منهم بأنهم يرغبون بتوزيعها ما بين الفلسطينيين والسوريين كما عهدنا دائما وعهدهم بنا. هو التضامن الشعبي العربي ومبادلة للوفاء بالوفاء، فالسوريون الذين وقفوا إلى جانب أشقائهم في محنهم وأزماتهم هم اليوم يقفون إلى جانبهم في محنته. حملة الوفاء من أوروبا جاءوا ليعبروا عن تضامنهم مع السوريين في خطوة إنسانية تعكس علاقات المحبة والتضامن. أنس طبل لأخبار التلفزيون السوري، مركز جديدة الحدودي. اللجنة العليا للإغاثة ناقشت خلال اجتماعها الدوري التقارير الأسبوعية للجان الفرعية في المحافظات، وأشارت الوزيرة كندا الشماط خلال الاجتماع إلى إمكانية زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في مجالات السلل الغذائية والصحية وغيرها، لافتة إلى دراسة الاستبيان الخاص بتقييم أوضاع الأطفال المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة، وذلك ضمن إطار الاتفاق الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع منظمة الطفولة العالمية اليونيسيف. كان هناك معالجة لبعض الشكاوى التي وردت من بعض الجمعيات، وكنا نتمنى على الجميع الانتباه لنقطتين. النقطة الأولى تمييز ما بين الأسر المهجرة والأسر المحتاجة. الأسر المهجرة هي التي والتي تعنى بها المنظمات الدولية بالملف الإغاثي، أما الأسر المحتاجة لها قنوات دعم أخرى.